بعد 11 عاما على انطلاقة الثورة السورية المجيدة، نقول إن الثورة سائرة لتحقيق أهدافها، وإن كبت سوف تنهض من جديد وتجدد نفسها. الثورة لها رجالاتها وسوف تصل إلى أهدافها وتسقط الاستبداد وتكنس الأسد وكل من معه وأشباهه إلى مزبلة التاريخ. أملنا لا يزال بأمل كبير وبهالشباب الطيب كمان أكثر، والظلم لا بد أن لا يعني إلا أنه ينتهي، والعدل بده يرجع إن شاء الله، والحقوق بترجع لأصحابها، والأرض حترجع لأصحابها بإذن الله. إحنا واقفين هون اليوم لإحياء ذكرى الثورة 11، ومنحب نقول لنظام بشار الأسد راح نضل نحارب من مشان حريتنا وكرامتنا ومشان حقوق الإنسان، وما راح نوقف أبدا لحتى ننال حريتنا. لا حدا يوقف أبدا، كلنا مستمرين في سوريا في أوروبا، والنظام الأسد إلى السقوط. روسيا اتدمرت في سوريا وراح تدمر إن شاء الله هون في أوكرانيا، والقتل المجرمين روسيا إيران، النظام إلى مزبلة التاريخ. مستمرين واقفين هون واقفين في كل دول العالم لحتى أسقاط هذا النظام. حاب أقول إن شاء الله تخلص عبكير، نحسن نرجع، لأن يعني حتى الوضع بالغربة بأي دولة، إن كانت بالنمسا أو بأي دولة تانية، يعني السوريين حابين يرجعوا بس لا أمل. يعني ما ممكن ننسى يوم واحد إنه هالدم اللي راح سودان. أنا ابني واحد منهم، عندي وحيد ما في غيره ولد، اعتقلوا النظام وقتلوا جوات السجن وبين صوره بصور قيصر. والله العظيم قالوا العالم عني انه صرت مجنون. انا صرت اضحك، يمكن يشوفني كثير ناس انه عم اضحك، يقولوا لي ابا حسن يعني انت شبه، قلن انه الله الحمد كنت قبل ما يجي خبره. والله العظيم عمه اقسم بالله العظيم ما نام، انه الولد عم ياكل عم يتعذب مريض كذا الى اخره. يعني فضل الله سبحانه وتعالى، الله كرمه بالشهادة، متأملين من الله انه ينتقم من هالناس الوحوش. ولو انتصرنا من اول سنة على بشار الأسد كان بدنا 10 ثورات بعد بشار الأسد، لانه في خونة. فلذلك الله سبحانه وتعالى اطال للثورة لينتقي الخبيث من الطيب. نقول لأولا للشعب السوري ان يتحد مع بعض البعض للخلاص من هذه الطغمة الحاكمة الدكتاتور، ونوجه رسالة للمجتمع الدولي أن ما جرى في سوريا يجري الآن في أوكرانيا، فعليكم أن تضعوا الشعب السوري في حسابكم. الشعب السوري أصبح نصفه لاجئ والنصف الآخر يقبع تحت خط الفقر، وهناك 500,000 مغيب بالمعتقلات ومفقود. يجب إنهاء هذا الوضع والعودة لبناء سورية موحدة ديمقراطية لكل أبنائنا. حب أقول إحنا الثورة مستمرة إن شاء الله حتى يسقط هذا النظام الغاشم الدكتاتوري اللي ما عنده رحمة، قاتل الأطفال، المستعين بروسيا وبإيران وبميليشيات حزب الله، وإن شاء الله الثورة السورية مستمرة حتى نصر بإذن الله. بحب أقول لكل الشعب السوري إنه صار الوقت إنه نقعد على طاولة واحدة، وإنه نمد إيدينا لإيدين بعض، وإنه نعتذر من بعض. كلياتنا ارتكبنا أخطاء بحق بعض. نحن عم نحكي عن الشعب، ما عم نحكي عن الحكومة. أنا ضد النظام السوري بكل شيء، لكن أنا مع كل أفراد موجودة على الساحة السورية، على الجغرافيا السورية، على وجمال سوريا هي تعدديتها واللي فيها. أنا بهي المناسبة بقول إنه لازم بقى نعيد وجهات النظر بالثورة، شو ممكن نفعل الثورة، لأنه نحن ارتكبنا كتير أخطاء واجتنا فرص كتير كتير لحتى نصحح مسار الثورة، ولحد الآن نحن عايزين وعايشين على الأوهام وعلى الشعارات بس. ما في حل قدامنا غير أنه يكون عندنا مشروع وطني جامع مشان نلم هالعالم حوالينا. بعد 11 سنة صار من حقنا نقعد نقيم الأعمال اللي احنا قمنا فيها بسلبياتها وإيجابياتها. Heute am 11. Jahrestag der syrischen Revolution zeigen wir, dass das syrische Volk nicht aufhört, für die Freiheit zu kämpfen. Und der Kampf gegen die Diktatur von Assad ist ein Anliegen nicht nur der Syrer, sondern aller Menschen, die für Gerechtigkeit und für Freiheit eintreten. Das ist ganz besonders wichtig auch heute angesichts von Putins Angriff auf die Ukraine. Freiheit für das Volk in der Ukraine, Freiheit für das Volk in Syrien. Lang lebe die internationale Solidarität. Shukran.
شاء الله نتحرر كلياتنا، ان شاء الله نرجع قريبا لسوريا، ان شاء الله بيوصل تيوس شهر الاسد. نحن مستمرين وما رح نوقف ثورتنا، نحن ثورتنا مستمره 11 سنة 12 سنة 100 سنة نحن منتصرين إن شاء الله، يعني نحن ما رح نرجع تحت حكم بشار الأسد، نحن رح نضل سوريين أحرار، أحرار كل العالم وين ما رحنا أحرار إن شاء الله. إن شاء الله مستمرين حتى يسقط هذا النظام الطاغي هو وأعوانه، ورحنا مكملين بإذن الله حتى النصر. الثورة حق والحق لا يموت، هذه ثورة كرامة، ثورة الشعب السوري ستستمر حتى إسقاط هذا النظام. جايين نجدد العهد بإسقاط النظام، ونأكد على أنه دماء شهداء وأهات المعتقلين وأهات اليتامى ما رح نضحي فيها أبداً أبداً أبداً. الثورة لسه عايشة ما خلصت، نحن طالعين اليوم مشان مجلس مشان نسقط النظام، ونقول للنظام الأسد أنه هو ممنوع يفوت على سوريا، ممنوع يفوت على تراب سوريا، أجل سوريا هي حرة حرة وحتظل حرة. واليوم جينا نأكد أنه الثورة بلشت 18 آذار من درعا، أطفال دماء أهل درعا وأطفال درعا، أطفال بصابع وأقلام حمزة الخطيب على جدران المدارس بعد ما قلعوا أظافرهم. فاليوم نحن نقول يعني ماضين بهذه الثورة حتى يعني آخر نفس فينا، وماضون حتى أسقاط هذا النظام المجرم الطاغي مع مساعدة روسيا وإيران وحزب الله اللذان يقتلان لحد اليوم، والقصف ما زال مستمر لقتل وتدمير الشعب السوري، تهجير الشعب السوري. وبدنا صوتنا يوصل حتى نخلي سبيل المعتقلين، يعني بدنا المعتقلين، لأن المعتقلين صار جذور الأسد وقضبان وراء قضبان الأسد اليوم 11 سنة و10 سنوات، وأكثر من مليون شهيد لحد الآن ثورتنا السورية، وماضين لحتى أسقاط نظام بشار الأسد. ثورة رح تضل مهما طالت، رح الحق رح يرجع لأصحابه أكيد. الله يرحم الشهداء والله يفرج عن المعتقلين. نحن اليوم طالعين من شان المعتقلين، في أكثر من مليون معتقل، وأنا من عيلتي في شيء 10 أقل شيء معتقلين، يعني الله يفرج عنهم والله يرحم الشهداء والله يرحم الساروت، أهم شيء أشرف واحد بالثورة. 18 آذار انطلقت من درع البلد ومكملين فيها حتى يسقط نظام الأسد هو وأركانه كاملة. 11 سنة والشعب الساعات مستمر، أكبر إثبات اليوم الشعب كله إجا، هذا إثبات للنظام أنه نحن مستمرين بالثورة على طريق الساروت وأفرات وحد جمارة، وإن شاء الله مستمرين. طلعت من درعا وسوريا وحمص، وإن شاء الله مستمرين، وحتى لو تهجرنا كمان مكملين لا يسقط النظام بشار الأسد بإذن الله، منتصرين بإذن الله تعالى، منتصرين ساقط بإذن الله، ساقط هو وأعوانه. وكل من آذر من درعا دعنا، بالثامن عشر من آذر من درعا دعنا، ومن حوران هلت البشاير يا عيونك يا شعب يا ثاير. تحية لكل أحرار سوريا، كل الطوائف، كل المدن والبلدات، ويسقط بشار الأسد، ويسقط بشار الأسد. منوجه كلمة للساروت، منقول له والثورة ما ماتت ساروت يجددها، لعيون أبو جعفر والله ما نتركها، لعيون أبو جعفر والله ما نتركها. بحب أقول إنه نحن مستمرين رغم 11 سنة، لساتنا عم نتظاهر رغم القتل، رغم الشهداء. أنا أبي شهيد تحت التعذيب من شهداء قيصر، ورغم هيك نحن مستمرين ورح نضل نتظاهر ورح نضل نطلع لحتى يسقط النظام، ونشوف بشار الأسد على حبل المشى عم يعدم. هاد هدفنا، هاد اللي بدنا إياه، ومستحيل نتراجع ومستحيل نسكت إلا لنشوفه هو وكل شركائه عم يعدموا وعم يحاسبوا. رسالة لك يا بشار، انت كل شيء شد على ايدك، بدك تسقط وبكعبها تصير ماية. 11 سنة وبقول على عهد بإذن الله حتى إسقاط النظام وأتباعه بإذن الله. حرية للأبد. سيسقط غصبا عنه. الوابل الذي أصابنا من روسيا إذا لم توقفوه سيصيب العالم أجمع. 11 سنة ومكملين وراح نظل متابعين حتى إسقاط النظام. عاشت سوريا ويسقط الأسد. تحية إلى أدلب. وجه تحية للي داخل اللي قاموا بالمظاهرات بدرعا وبدير الزور، مدينة قرانيج من قبل أمس قاموا في مظاهرات، ونقول نحن معكم ومستعدين لدعمكم بكل الوسائل. وتحية لأهل الشمال وكل من ثابت على المظاهرات في الداخل. إن شاء الله احنا مستمرين وراح نظل مستمرين وما ننسى الثورة إن شاء الله بإذن الله، والله يخلصنا من بشار ومن أعوانه ومن كل واحد سانده، ومستمرين للأبد إن شاء الله. باقين على باقين. إن شاء الله، والرحمة والمغفرة للشهداء أجمعين. الله يرحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين يا رب. والشهداء الشعب يريد إسقاط النظام.
الشعب يريد اسقاط النظام. من امامي ساحة حقوق الانسان في العاصمة النمساوية فيينا، انتفض اليوم السوريين بمظاهرة تتجاوز 1000 شخص من الموجودين هنا في فيينا، جميعهم يطالبون بالشعب يريد اسقاط النظام، نريد المعتقلين، نريد المهجرين، يجب ان نعود الى سوريا، يجب 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 ان يسقط هذا النظام ويسقط كل من يقوم بالتطبيع مع هذا النظام المجرم. الاف الاعلام الخضراء التي رفعت يستشهدون بمدينة إدلب ومدينة حمص والغوطة الشرقية والغربية التي دمرتها روسيا كما تقوم اليوم في المدن الأوكرانية. الجرح ليس بقديم ولكنه جديد، ولكن تختلف الأمور وتختلف المعايير التي يتعامل بها المجتمع الدولي مع القضية السورية. فمع انتفاضة العالم أجمع تجاه قضية أوكرانيا ومنحهم للجوء في دولها، تقوم العديد من الدول الأوروبية بإغلاق حدودها أمام السوريين. لماذا هذا الكيل بمكيالين؟ الجميع يتساءل، ولكن الجميع يتعاطف ويصر على أن الحرية والمساواة والعدل وحقوق الإنسان يجب أن تستمر، و الشعب يريد إسقاط النظام. الشعب يريد إسقاط النظام. 12 سنة جاهز الطوط، بدنا نخطو. حرية، 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 حر